بقى ده مين من السائله اللي بيخبط على الباب ده؟ استنى يا جدع يا جدع، كسر الباب يا جدع. ايه ده ايوب؟ يا ورث النوبيه يا ورث النوبيه، انت ازاي بنت قلت الاصل بالشكل ده؟ ازاي هرد عليك امك تسيبيها مرميه كده للغور بيغسلوها وانت بتخلصي حضن جوزك؟ ده انت حلال بيكي الاكل. بقول لك ايه، ناس دي ريحك منها. سامح بقت مراتي، ما حدش بيدي عليها غيري. ناس دي ريحك يا جدع. انت ليك رؤى انت كمان يا ابن الكلب، هتلاقيك انت اللي مسخنها. لا اسمعي بس يا ايوب والنبي اسمعي يا رؤى. وفي كلام لسه ينفع يتقال؟ ده انت لما كنت بتتمرعي في طلباتك ما كنتش بتحسي انا بعمل ايه عشان اجيبها لك. كنت بقول عيالة صغيرة وبتتدلع. لما ترمي امك الرمية دي وعشان خاطر مين؟ الكلب ده؟ بقول لك ايه؟ لحد كده وكفاية. مش عايز اوريك الوش التاني يا ايوب. هو في لسه وش اوسخ من اللي انا شايفك لابسه ده زبالة؟ لسه في ازبال من كده؟ طب نزل ايدك بقى وتوكل على الله من غير ما ترد. مش عايز في بيتي حد رد سجون. يلا توكل على الله. رد سجون؟ رأيك في كلام جوزك يا سامح؟ كده خلصت. أمي وأختي في يوم واحد. أمي وأختي في يوم واحد. بس هفكرك يا سامح، أما الكلب ده يرميكي في أول صفيحة زبالة تقابله عشان اللي تبيع أهلها مفيش أرخص منها. وأنا شايفك رخيصة أوي أوي. بس حبيبتي، بس يا باباتي، بس 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 خلاص اهدي بقى. منصور، هو الكلام اللي كان بيقوله أيوب ده، الكلام اللي كان بيقوله أيوب ده بجد كلام يا سماح؟ هو أنت شايفني رخيصة يا منصور عشان بعت عيالي واستنيتك؟ أخصى عليك يا بت، ده أنت مراتي يا بت وهتبقى أم عيالي. بس بابا،